واحدة بتقول انا فتاة ماشية 36 سنة، عمرها 36 سنة، وتعرفت بأرمل اكبر مني بحوالي 20 سنة، ونحن متفاهمان جدا في اغلب الامور لدرجة ان طباعنا واحدة، وهو يحبني جدا وانا ميال له درجة كبيرة، وهو عنده 4 اولاد، واحد متجوز والتلاتة خاطبين واكليلهم قريب جدا، وتقدم لخطبتي، والدي موافق تماما ولكن والدتي مترددة وانا حائر. يعني هو يبقى عمره 56 سنة، يعني على المعاش تقريبا. لازم تفرقي، هل محبتك ليه محبة بنوية لأب ولا محبة امرأة لرب؟ وهل هو هيتجوز بعد زواج أولاده؟ اقعدي جنب والدتك واساليها ليه رافضه، وهي هتقول لك كلام جايز انا ما اقدرش اقوله في اجتماعها.